مرحبا ويسعد اوقات الجميع وتحيه لكل مين عم بشوف هيدا الفيديو مشتركين بالقناه وغير مشتركين بالقناه. ان شاء الله جميعا تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلامه. نحن اليوم ببيروت رايحين لعند حلويات المكاري. هلا نحن بمنطقه وطن المصيطله، رايحين لعند حلويات المكاري بمنطقه عايشه بكار. حلويات المكاري هن مشهورين بأكلة المفتقة البيروتية. المفتقة هي أكلة حلو بيروتية تقليدية عمرها مئات السنوات، تشتهر فيها مدينة بيروت وبيشتهروا فيها كمان ببيروت بيت المكاري بصناعة هيدي الأكلة. طيب نحن مثل ما قلنا نحن هون بمنطقة وطن المصيطلة، صرنا على اليونسكو ورايحين باتجاه منطقة عائشة بكار لعند حلويات المكاري. اوكي هيك وصلنا على الإشارة، الإشارة مطفية، نحن باتجاه طلعة تلة الخياط عائشة بكار، يعني هون نحن أول تلة الخياط. طالعين باتجاه عائشة بكار. اعملوا لنا لايك للفيديو، اللي ما اشترك بعد بالقناة يشترك، يفعل الجرس ليوصله كل جديد، وما تنسونا من اللايك. انا كان في اجي بالطرقات الداخلية بس حبيت اجي على الطريق الرئيسية لحتى اللي ما بيعرف المحل مثلا من سكان بيروت هيك بكون اتعرف عليه افضل من نفوت بقلب الشوارع الداخليه ودوخوا معي يعني. طيب نحن هون قطعنا تلفزيون لبنان، بعدنا بمنطقه تله الخياط، يعني خطوتين لقدام نوصل على عائشه بكار. هيدي جنينه عائشه بكار هون. أو جنينة تلة الخياط حسب، يعني كل حدا بسميها شيء وهي لها اسم، يمكن بعتقد جنينة المفتي حسن خالد ناسي. على كل الأحوال نحن هون بعد ما مكملين بنوصل هيك لحد جامع عائشة بكار اللي مبين على اليمين. منقرب شوي منقرب شوي وهيدا حلويات المكاري صار هون على الشمال، هيدا هو ايه هون. هيدا هون هيك المحل. هيدا جينا هيك نحن على عايشة بكار مثل ما قلنا لعند المكاري، هيدا هو المحل اللي بالنص. هيك اذا بنرجع من هون نحن بنروح صف تلت الخياط جامع عايشة بكار، كأنه رايحين على قناة 7. وهيدا هون المحل، وهيك كأنه راجعين صوب الملا او رايحين صوب الصنايع صوب الحمراء، كل الطرقات بتودي. مثل ما قلنا على منطقة عائشة بكار لعند حلويات المكاري ملوك المفتقة. صباح الخير. اهلا وسهلا. كيفك؟ عبد الله كيفك؟ يا اهلا وسهلا. تمام؟ الحمد لله. طمني عنك. بخير الحمد لله. كيف الشغل؟ الحمد لله. ليك انا جاي على الطريق كنت عم بصور من تحت من صوب اليونسكو، فهيك حكيت انا بعض الامور اللي بعرفها عن المفتقة وقلت انه بيت المكاري ببيروت هن اشهر ناس حاليا بيعملوا مفتقة مدينة بيروت. الحمد لله. صحيح؟ الحمد لله. قد ايه لكم بالمصلحة عبد الله؟ هلا عائلة المكاري قديمة بالحلويات من العشرينات من القرن، بالحلويات بشكل عام بالحلويات من القرن الماضي يعني، والحمد لله. أنا قريت مع صحيح حلويات المكاري تأسست عام أو سنة 1900
وعشرين ما هيك هو الجد يعني ابو يعني جد الجد جد الجد وبعدين اجى الوالد جدي والدي وهلا انتم الجيل الرابع يعني فينا تقريبا ايه ما هيك طيب عبد الله انتم مشهورين بالمفتقة نعم بالمفتقة البيروتية صح. صحيح شو ميزكم فيها هلا الحمد لله هو اول شيء هو توفيق رب العالمين ونعم بالله ثاني شغله انه لما تشتغل الشغله على اصولها مثل ما تعلمتها تنفذها بحذافيرها دائما تستعمل المواد الطيبه المرتبه يعني ما تحاول توفر فيهم فهي الطحينه الرز العدس الصفراء يا عيني عليك ليك انا وجاي كنت عبول طول الطريق قلت انه المفتقة بتتكون من رز وعقدة صفراء اللي هو الكركم وسكر ما هيك ونسيت المكون الأساسي اللي هو الطحينة مظبوط 100% يعني قلنا رز وسكر وطحينة والعقدة الصفراء اوكي وقد ايه بتاخذ وقت هي على النار؟ هلا بتعتمد على حسب كمية الرز اللي عم تطبخها بس يعني عندك من 3 ساعات وأكثر 3 ساعات وأقل وهي هي الطبخة هون هلا صارت طالعة ما هيك؟ تقريبا ايه صارت على الاخير وبدها تضل تنحرك عبد الله صحيح؟ تضل تنحرك مشان الطبخة تستوي ومشان ما تلزق مشان ما تلزق صحيح لك انا بتذكر نحن وصغار الله يخلي اهلك الوالدة الله يرحمها الله يرحمها لما كانوا بدهم يعملوا انفتقة يعني هني وهي الجيران بلشوا حرك 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 ويصبوها ويوزعوا على بعض لان اكله بدها وقت وبدها جهد صح وهي اكله حلوه للمه كمان صح عرفت كيف؟ بطل قليل ما حدا عم يعملها بالبيوت صار جاهزه صح لان النسوان القدم كانوا يطبخوها هي والخبيصه هو الاكلات البيروتيه صحيح هيك هلا هي عبد الله هون نحن بنقول لما يفقس السارش نعم صحيح هلا هو هيك السارش فقس ما هيك؟ هيدا الزيت اللي على الجوانب اللي شايفينه هيدا هو اللي بسموه السارش صح وهلا قد ايه بدها وقت لتنسكر؟ يعني هلا فيك تقول صارت على الاخر بدنا بعد شي ثلث ساعة نعم. تقريبا شي ثلث ساعة كمان هلا بدنا نحط الصنوبر هلا هي قديمة كانوا يحطوا الصنوبر اول مع الطبخة فأنا مرة بالغلط حطوها قديما كيف على الوجه؟ لا مع الطبخة مع من البداية اوكي تنحرك معها فأنا بالغلط حطيت مرة تأخرت لحط الصنوبر فلقيتها بتطلع أحلى ليش؟ بيضل الصنوبر بياخذ اللون الأصفر وما بياخذ لون المفتة عرفت كيف؟ لما تحطها من البدايه لون الصنوبر بيصير مثل لون المفتة ما بيبين وما بيطرى كثير يمكن ايه لا مش على الطراوه وبيطرى بس أنا كلون من عندي ايه كلون ببين اكثر بضل ايه ببين الصنوبر اكثر الصنوبر الاساس ايه ولونه اصفر هو بيطرى بسرعه لانه الصنوبر كثير طري اصلا انت معروف بموضوع المفتقة انك طورت فيها اشياء كتير يعني ما ضلت المفتقة التقليدية بالصحن هيك للمرعى عملت اختراعات هلا انا صراحة حقلك انه انا مش فيك تقول انه طورت فيك تقول جددت صراحة وبطريقة بشكل على طريقتي بمحلات فينا نقول اخترعت البوزة على المفتقة بلشت بوزة فيها على لكن المفايت شفت ما كانت بوزة بس ما سألتك عنها يعني هيدي الايس كريم رول لا هيدي قصة كبيرة عبدالله بوزة عم فتقة اوكي هلا بقتلك الاجداد قبل كانوا ياكلوا المفتقة بالخبزة كانوا ياكلوها بالكعكة وفي ناس تحط معها جبنة اشعوان جبنة جبنة ال ال شو اسمها ال شيء مالي عجبني مالحة العكاوي بالضبط فأنا كنت مرة قاعد عم بتروق وكان في أكل فول وحمص وجبنة ولبنة وكان في صحن مفتقة ففي زبوني كانت تاخدها من عندي تاكلها مع الأشقوان قلت هات لجربها مع المفتقة جربتها لقيتها طيبة ومرة جاري جاب لي سندويشة فيها جبنة قلت خليني حطها بالسندويشة للمفتقة وصورتها يومتها ونزلتها بتسخنها ولا بدها تسخنها؟ هلا في ناس بتحبها سخنه وفيها بس هي طيبه بارده يعني مثل ما هي وانشهرت وصار يجي طبعا انا لك اغريتني الموضوع فرجيني على البوزه المفتقه بدي شو صراحه بوزه عم فتقه شغله جديده فرجيني عليها صراحه هلا نحن عم نعمل بوزه على مفتقه بوزه عم فتقه نعم اوكي
إذا بتحب تشوف هون هلا السنوبر دغري بيستوي معها صح، بس شوف كيف مبين مضوى 100%. لما تحطها من البدايه بيصير لون السنوبر من لون مفتقه، ما بيبين قد ما فيها سنوبر، ما حيبين قد ايه كثير. صح. ليك عبد الله، قبل ما نعمل البوظه كنا عم نحكي على الاشياء اخترعتها. انا قطعتك قلت لك فرجيني على البوظه ما عاد فيي انطر. شو كمان انت بتعمل؟ قلنا بوظه عم فتقه، سندويشات الجبنه مع سندويشات. هلا قبل رمضان بلشت بالمفتقه، مديتها بالصينيه وحطينا طبقتين منها وطبقه قشطه مع قلوبات. مثل المد بقشطه بس مثل المفروكه اذا بدك، لانه على البارد. اوكي. والحمد لله لقيت نجاح حلو يعني، والعالم حبتها. انا صراحه سمعت عنها وشفتها على السوشيال ميديا يعني. شفت العالم عم يمدحوا فيها كثير. تمام، شو بتعمل غيرها بالمفتقه؟ والله هي فكرة واحد صاحبي كان عندي عم يدوقها، هو شاف يعني، فقال لي ليش ده المفتقة بقشطة حبها كتير، فقال لي ليش ما بتحطها بالكعكة كمان، فحطيناها بالكعكة وعالم عم تطلبها يعني. أخذت صداها يعني. هلا بعد على البداية، مش مثل المفتقة بقشطة سادة، بس إنه الناس عم تطلبها وعم تحبها، عم تلاقيها خفيفة. اكل المفتقه بالكعكه، مفتقه بقشطه بالكعكه، هي هاي اللي قلنا عنها، مفتقه بقشطه بالكعكه. بالكعكه هاي مثل ما قلنا، المفتقه بقشطه بالكعكه. عبد الله هي حلوه هاي، ما بدها لا عطر ولا شيء. لا يا سلام، حلاوتها منها وفيها. هاي اللي شايفينها قدامكم هاي هي الكعكة الأصلية، وهي المفتقة بقشطة بعد، مش رغيف فرنجي. هلا بعد ما استويت بدنا نسكبها بالصحن. طبعا هو الصحن هو اللي على الاصول يعني، صحن الازاز. صحن الازاز. اوكي، هي اساسا تنسكب بصحن الازاز. اكيد الازاز. اوكي، طبعا هلا بنعمل لسه عشان نعطيها شكلها المعتمد يعني التقليدي. هيدا الشكل النهائي. صحيح. هيدا اطيب صحن فتقة من عند المعلم عبد الله المكاري بعايشة بركة. كان شيء غير شكل الحمد لله، وذكرتنا بالاشياء البيروتية القديمة مع التجديدات الحلوة تبعيتك. اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية، وان شاء الله بنشوفك بفيديوهات ان شاء الله. تشرفنا بمعرفتك وتشرفنا بزيارتك. لك على راسي، بسطنا فيه حبيبي. اهلا وسهلا حبيبي، ارجع محلك.